شبكة شام من هناك. إياد، أهلا بك. ما هي آخر التطورات فيما يتعلق بمعركة البنيان المرصوص في ريف معرة النعمان؟ لا سيما أن أنباء متضاربة تتحدث عن تقدم الثوار صوب معسكر الحمدية ووادي الضيف، يعني هل من جديد حول الأماكن المذكورة؟ نعم، ما زالت معارك مستمرة على جبهات المعارك بالقرب من معسكر وادي الضيف والحامدية اليوم الثالث على التوالي، وتشهد معركة البنيان المرصوص في معارك نعمان اشتداد حدة المعارك بين الجيش الحر وقوات النظام المركزة في معسكر وادي الضيف والحامدية في محاولة الجيش الحر للسيطرة على هذين المعسكرين، وذلك في اليوم الثالث على التوالي، حيث حقق الجيش الحر تقدما ملحوظا على كافة الجبهات، وكانت اشتباكات أكثر من حدة على الجبهة الغربية بالقرب من معسكر الحامدية، حيث تمكن الجيش الحر من تحرير جميع الحواجز المؤدية إلى المعسكر باستثناء حاجز المداجن الذي ما زال محاصرا منذ يوم الأمس، ويعتبر هذا الحاجز هذا معقل الأخير لجيش النظام على طيب الجبهة الغربية. إياد، هل تمتلكون أي معلومات عن عدد قوات النظام المتواجدة داخل معسكر الحمدية؟ نعم، بالنسبة لقوات النظام المركزة داخل معسكر الحمدية والضيف هي عددها كبير، ولكن مقطوع الإمدادات عنها بشكل تام وكامل، وهي منهكة القوى ونستطيع أن نحرره بسرعة. على الجبهة الشرقية والشمالية تمكن الثوار من إحكام السيطرة على حاجز مدرسة الخنساء بالقرب من وادي الضيف، كما يفرض الثوار حصار خانق على حاجز الزعلانة ويعتبر البوابة الشمالية لوادي الضيف، ويتم القصف من هذه المواقع بالدبابات وقذائف الهون من قبل الجيش الحر تمهيدا لاقتحامها. الوقت نفسه ردت قوات النظام بعدد من القذائف على طيب إياد، المدنيين، حيث قرر القصف بشكل تقريبي إذا سمحت، كم يبعد الثوار عن حاجز معسكر وادي الضيف، يعني المسافة بينه وبين المعسكر؟ تقريبا حوالي 1 كيلومتر. نعم، إياد كورين مراسل شبكة شام كنت معنا من إدلب، شكرا جزيلا لك.